ما ينفعش تروح لبنان وما تزورش المدينة الرائعة جبيل، أو زي ما بيسموها اللبنانيين بيبلوس. جبيل من أقدم المدن اللي سكنها الناس، وده كان من أكتر من 7000 سنة، وكمان بعض المؤرخين بيعتقدوا إن هي أول مدينة في العالم. تقع جبيل على بعد 37 كيلومتر من بيروت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر من أشهر المواقع الأثرية، كمان بيعتبروها متحف مفتوح، بالإضافة كمان إن هي أدركت من ضمن التراث العالمي، وده اللي بيخلي منها مدينة سياحية متكاملة. في جبيل تقدر تستمتع بزيارة الأماكن الأثرية، ممكن تبدأ بالأماكن الأثرية المفتوحة زي أساسات المعبد الكبير والأجزاء المتبقية من طريق يعود للعصر الروماني والمسرح الروماني، وكمان موقع عين الملك واللي كان منبع الماء الرئيسي قديما، ده بالإضافة كمان لآثار بتعود للعصر الحجري وبقايا البيوت القديمة اللي بتعود لقبل الميلاد. دلوقتي هنتعرف مع بعض عن أهم المزارات اللي تقدروا تزوروها في جبيل. أول حاجة قلعة جبيل، معبد المسلات، منطقة جبيل القديمة، شارع جبيل القديم، محمية جبل موسى للمحيط الحيوي، ميناء جبيل، واللي حواليه كمان كافيهات ومطاعم جميلة جدا. مزار كفر ديبيان، وده اللي ليه شهرة كبيرة جدا وفي أكبر منطقة للتزلج في الشرق الأوسط. السوق القديم، والسوق القديم في جبيل سوق جميل جدا وتاريخي، وكمان تقدروا تجيبوا من هنا الهدايا التذكارية بالإضافة لمنتجات البلد الجميلة جدا. مدينة جبيل من أكتر الأماكن اللي عجبتني في لبنان، وأكيد هكرر زيارتها مرة تانية. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واكتبوا لي رأيكم في الفيديو.